وقد رحب أعضاء مجلسي النواب والشورى بمضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى التي تفضل بها جلالته يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى. وأكد السادة أعضاء المجلسين أن كلمة جلالته جاءت لتؤكد على ديمومة الديمقراطية ونهج الإصلاح والتطور والالتزام الثابت بدعم القانون وتكريس دولة المؤسسات والقانون والتمسك بالوحدة الوطنية كونها ركنا أساسيا للاستقرار. هذا الدور له أهميته من حيث أن أنت يتم التركيز على أهم يعني الأمور اللي تتشكل لها من ناحية المعيشية، من ناحية الأمنية، من ناحية سيادة الدولة أيضا، وهذه شيء جدا لأهميته، بالإضافة إلى مسألة تركيز على موضوع الطاقة بشكل خاص. فعلا هذا الدور الرابع من الفصل الثالث فعلا دور مهم، وذلك تضمين لجلالة الملك أن هي مواصلة التطور ومواصلة الإنجازات اللي بدأها جلالته من أول ما تمسك بهذا الحكم. ففعلا احنا نريد وهذه استمرارية، وهذه استمرارية الإنجازات واستمرارية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك. ولا احنا نشدد ونقول، وقلنا في بداية في جلساتنا السابقة أن احنا الأمن والأمان لهذه البلد هذه هو أهم شيء عندنا. الشيء الثاني الاقتصاد لازم، الشيء الثالث ما أخذ به المجلس الوطني لازم يتطبق بحظافيره، ومراقبة المالية واللي حدث في البلد ومراقبة جميع الوزارات. جلالته حينما يقول بأن الهدف أن المواطن البحريني هو الهدف الأسمى، هذا إذانة من جلالته إلى السلطة التشريعية بأن تجعل رخاء ورفاهية المواطن البحريني على سلم أولوياتها. كلمة جلالة الملك جاءت straight to the point، يعني دقيقة وإلى النقطة اللي حنا نبي نتكلم عنها، الأمن الأمان في البلد، هذا لا شك فيه، وسوف نواصل على هذا الموضوع. جلالة الملك أشار بشكل رئيسي إلى موضوع الحوار وركز على أهمية الحوار وأن الحوار مفتوح للجميع وأن الحوار هو الطريق السليم للعمل السياسي المتطور والعمل السياسي المنتج. كلمة جلالة الملك أبدت الرغبة الصادقة للإصلاح، أبدت الرغبة الصادقة للفتح أبواب الحوار الوطني والتوافق الوطني للوصول إلى نتيجة. جلالته حفظه الله في كلمته نوه بأهمية الاستثمار في الطاقة، وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه أمر يعني بالموارد الاستراتيجية التي يمكن أن ترفد بها موازنة الدولة. الملك مثل روح المواطن البحريني الحريص على بلده، الحريص على وطنه، على بنائه، وكان واضح جدا في الكلمة أن البناء كان وسيبقى داخلي وعلى أيدي أبناء البلد. ما يميز حقيقة هذا الدور هو ما جاء في توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه من المحافظة على السلم الأهلي ومحاربة الإرهاب بكافة أنواعه، كذلك من التطوير والدفع بما يتعلق بالاقتصاد الوطني. جلالته قد لامس بكلمته كل مشاعرنا وطموحاتنا المستقبلية. أتمنى لهذا الدور لي والأخواني وخواتي النواب أن فعلا نجتهد ونحقق طموحات الشعب وكل ما نصب إليه اليوم. والله كلمة الملك كانت شافية ووافية وتطرق فيه لأمور كثيرة تهم البلد والمواطنين وعلى رأسها الإرهاب، والله يعينه ويعيننا على أداء المهمة وخدمة الوطن والمواطنين بإذن الله.